اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. نعمل مع بعض الوردة دي النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة. لو انتي مبتدئة او ما بتعرفيش تشتغلي هتعرفي تعمليها. نجيب خيط رفيع وإبرة مقاس 3. هنعمل الدايرة السحرية، في فيديو ليها على القناة لو انت مش بتعرفي تعمليها. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، عملت الدايرة السحرية. بعد كده ارتفعت 3 سلسلة، هدخل جوه الدايرة واعمل فيها 2 غرزة نص عمود. دي اول غرزة نص عمود، هعمل كمان غرزة، يبقى ارتفعت 3 سلسلة وعملت 2 غرزة نص عمود. هرتفع كمان 3 سلسلة وهدخل جوه الدايرة واعمل فيها غرزة منزلقة. دي كده عملت فيها اول بتلة. الوردة اللي معايا دي من 5 بتلات بنفس الطريقة، ان انا برتفع 3 سلسلة وبعمل 2 غرزة نص عمود، وبعد كده بعمل 3 سلسلة وبقفل بغرزة منزلقة. هنكرر اللي انا عملته تاني، برتفع 3 سلسلة وبعمل جوه الدايرة 2 غرزة نص عمود كده، 1 كده، 2، وبعد كده برتفع 3 سلسلة وبقفل بمنزلق جوه الدايرة السحرية. بفضل ماشية تكرار كده. كده دي تاني بتلة معايا، فاضلي 3 بتلات، ان انا برتفع 3 سلسلة وبدخل جوه الدايرة بعمل غرزتين نص عمود كده، 1 كده، 2، وبعد كده برتفع 3 سلسلة وبقفل جوه الدايرة السحرية بغرزة منزلقة. كده دي تالت بتلة معايا، فاضلي 2، هرتفع 3 سلسلة وهعمل جوه الدايرة غرزتين نص عمود كده، 1 كده، التانية، وبعد كده هرتفع 3 سلسلة وبقفل جوه الدايرة السحرية بغرزة منزلق. هرتفع 3 سلسلة وهعمل جوه الدايرة غرزتين نص عمود كده، 1 كده، 2، بعد كده هرتفع 3 سلسلة واقفل جوه الدايرة بغرزة منزلقة. بعد كده هشيل هقفل الدايرة السحرية. هرتفع غرزة سلسلة أثبت بيها الشغل وأقص الخيط الزيادة. هقفل الدايرة كمان شوية من ورا. يكون معايا بالشكل ده كده، وردة بسيطة وطريقتها سهلة قوي ومش بتاخد وقت، ممكن تعمليها في دقيقتين. هجيب الفتلتين اللي ورا وهربطهم في بعض. هقص الخيط الزيادة. يكون معايا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.